يا مساء الفل عليكم. انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض بطاطس بالفرن، هتبقى محشيه بالبيض والروز بيف والجبنه، وبعد كده هنعمل مع بعض ميلك شيك القهوه بالموز. طيب ايه المكونات اللي عندي النهارده؟ عندي حاجات بسيطه جدا، عندي بيض، عندي بطاطس، عندي شويه من الجبنه الموتزاريلا، شويه من الجبنه الشيدر، وشويه من الروز بيف. طيب البطاطس دي الحاجه الوحيده اللي حضرناها، عملنا ايه؟ جبنا البطاطس نفسها بالشوكه، بتتخرم كويس قوي داير داير كده على البطاطسيه كلها، وبعد كده بتدهن بالزيت وبتخش الفرن، تقعد تقريبا ساعه ساعه وشويه لحد ما تستوي معايا خالص. طيب بعد كده انا عايز اوصل للشكل ده عشان نقدر نحشي فيه البيض وبقيه الحاجات. طب بعمل كده ازاي؟ باخد اهي البطاطس بتاعتي وباجي هنا كده بشيل طبقه رفيعه خالص بالشكل ده، خلاص اهو. طيب بعد كده بمعلقه صغيره، ممكن الاول احدد اهو، انا عايز اشيب شويه شويه من البطاطس، يعني مش عايز اروح لحد القشر قوي، فممكن احدد لنفسي خط كده اهو بالشكل ده، وببتدي بالمعلقه اشيل خلاص. وانا بحفظ الحشو اهو عندي، هنخليه هنستعمله، اهم حاجه بس ما نوصلش للقشر بتاع البطاطس، يعني نسيب حاجه عشان تشيل بس كل الكلام ده. هي لو مستويه كويس اقدر، بص اهو منتهى السهوله هنفضيها. حلو قوي، عندي البطاطس بتاعتي جاهزه اهي، هيبقى فاضل لي بس الروز بيف، عايز اجيبه كده وبقطعهم كل واحده لوحدها عشان مش عايزهم يلزقوا في بعض، نقعد نفرط احنا فيهم كده ايه اسهل. ناخدهم شرايح كده وبعد كده هنعدي عليهم من الناحيه التانيه، فيبقى عندي مكعبات صغيره. الفرن بتاعي انا سايبه على 190، ودي نفس الحراره اللي انا دخلت البطاطس فيها، زي ما قلت لكم قعدت تقريبا ساعه. مش هنسوي حتى الروز بيف او اي حاجه، وده ممكن نبدل الروز بيف بتركي، ببسطرما، بلانشن، باي حاجه ممكن تتخيل. حلو قوي، هجيب بوله هنزل فيها اهو فيها الروز بيف، هنزل الجبنه الموتزاريلا، وهنزل شويه من الجبنه الشيدر، وهدي الكلام ده رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح. هندي بس ايه الكلام ده تقليبه، حتت الحشو بس بتاعه البطاطس على قد ما اقدر احاول اهرسها كده عشان ما تاخدش مساحه كبيره. خلاص ادي الميكس بتاعي اهو جاهز. صاجه وعليها سيليكون مات او عليها ورق زبده، او لو عندي صاجه او بايركس تبقى حاجه انا متاكد ان هي نون ستيك. هاخد البطاطس بتاعتي اهي، هاخد البيضة بتاعتي اهو،
شوكه كده تقليبه صغيره قوي اهو. هاخد بين الميكس بتاعي هنزل شويه كده نص في الاخر خالص رشه صغيره من الجبنه الموتزاريلا على الوش كده. خلاص هناخد البطاطس بتاعتنا هتخش تقعد في الفرن ربع ساعه. مجرد بس البيض بتاعنا يستوي الجبنه بتاعتنا تسيح. خلونا نطلع اخطف فاصل في السريع على ما لملم الدنيا كده ونرجع نقدمها ونعمل مع بعض المشروب. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. زي ما شفتوا قبل الفاصل معانا عملنا مع بعض المراكب بالبطاطس، دخلناها حطينا فيها البيض والروز بيف والجبنه ودخلناها الفرن. بصوا كده عايزكم تشوفوا بس شكلها. احنا كده خلاص هي استوت معانا، انا مستنيها بس تاخد اللسعه اللي من فوق كده على ما نخلص احنا المشروب بتاعنا. طيب هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل ميلك شيك القهوه بالموز. عندي حاجات بسيطه قوي، عندي لبن، عندي ايس كريم فانيليا، عندي شويه من القهوه الجاهزه، وعندي شويه من الموز الفريش. طيب نصغر بس الموز بتاعنا كده نسهل العمليه شويه، وعلى طول هاخد الموز ايس كريم هنزل عليهم بالقهوه. وانا مش حاطط سكر لان هو الموز لوحده هيسكر والايس كريم طبعا هيسكر جدا. هننزل اهو كالعاده بنص كميه اللبن، نديها ضربة ونشوف لو هنحتاج نضربها تاني أو نزود اللبن. أنا كده بالنسبة لي القوام مظبوط جدا، ممكن لو عايزين نخففه نبقى نزود شوية من اللبن. أنا بالنسبة لي كده تمام أوي. بصوا نازل تقيل اهو وحاجه خطيره. اوامر يا فندم. هيبقى فاضل لي ايه؟ نشيل المواد بتاعتنا ونبقى عملنا الميلك شيك القهوه بالموز. طيب طلع بقى البطاطس بتاعتنا طول اهو. نجيب طبق التقديم قبل بس ما ننقلها عشان ما نعملش في الطبق رشه من الفلفل الاسود. وبعد كده عندي بقدونس فريش خلاص. ومن هنا هاخد البطاطس بتاعتي واخر واحده اهي. نبقى كده عملنا مع بعض البطاطس بالبيض
والروز بيف في الفرن، ما خدتش مننا وقت خالص، مش بتحتاج تحضير خالص غير هنخرم بس البطاطس ندخلها ساعه زي ما قلت لكم الفرن، والباقي كله سهل قوي وما بياخدش وقت، وعملناها مع ميلك شيك القهوه بالموز. طيب احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، خشوا لي على السوشيال ميديا او خشوا على صفحه البرنامج نقنقه بالعربي على فيسبوك، قولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي بنعملها ولسه عايزين تشوفوا معانا ايه تاني. اشوفكم الحلقه الجايه، رمضان كريم، ما تنسوش تحبوا بعض، سلام عليكم.